بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. رضي الله عن عمر لم يكن أبدا يغفل عن أولئك الأمراء والعمال الذي يستخدمهم ويستعملهم في خدمة أمة رسول الله في الأمصار، فرغم كونه عند اختيارهم يختار الأتقى والأنقى، ومع ذلك لا يتركه أبدا يفعل الفعل لوحده، لكن يستشعر دائما أن من ورائه حسيب، وهو الذي استأمنه الله على أمة رسول الله. وكان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أخشى يوم القيامة أن يحاسبني الله تعالى عن البغلة تعثر في العراق، أسأل عنها يوم القيامة لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. ففي مثل هذا الحكم الراشد لا يتصور أبدا أن يكون هنالك من أمراء الأمصار وعمال الأقاليم في ذلك الزمان في عهد الخلافة الراشدة أن تسول له نفسه أن يبدد المال العام، أن يقوم بالفساد. فإن فعل ذلك فإنه لن يخفى أبدا على أعين دولة الإسلام، وستحاسبه، لأن دولة الإسلام يعتبر كل مسلم فيها يقول الحق دون أن يتعتع. فكان عمر رضي الله تعالى يقول: لا قدس الله أمة لا يأخذ فيها الضعيف حقه غير متعتع، يرفع هكذا صوته: أنا مظلوم. ولقد فعلها كثير من الناس. تابعنا عن كثب انتخابات تركيا التي تابعها العالم وشهد لها العالم بأنها من أنزه الانتخابات ومن أكبر الانتخابات التي شهدت أكبر 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 عدد من المصوتين، وصلت إلى 85%، وهذا رقم لم يتحقق في أي انتخابات من قبل إلا انتخابات الدكتاتوريين في العالم العربي. 99.99 99 99 99، هذا هو المرض. رأينا كيف نجح أردوغان، وفي ولاية من الولايات بسبب النجاح قام أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية يفرح بهذا الانتصار، فجاء بامرأة فجرة ترقص، وقامت عياذا بالله بإشارات خبيثة، وقام في النهاية بتقبيل يدها، فقامت قيامة الحزب ولم تقعد، وطالب بعض أعضاء الحزب بمتابعته. وكنت أظن أن الأمر سيتوقف فقط عند الحملة الإعلامية لا يتجاوزها، كما هو الأمر في بلاد العرب، لكن يتدخل المسؤولون على أعلى مستوى ويقوم أردوغان بعزله، ومباشرة مباشرة يحل محله وفي مكانه نائبه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، لا يمكن لتركيا أن تدخل المئة العام المقبلة بمثل هؤلاء الأشخاص. إنك تمثل شعبا مسلما يتوق إلى أن يعود إلى الإسلام، يتوق أن يقوم بوضع دستور يلغي فيه الكمالية الأتاتوركية العلمانية التي حاربت الدين، حاربت العربية، حاربت الأذان، حاربت الإسلام، ضيعت كل أموال دولة تركيا الخلافة العثمانية. فلا يمكن لمثل هؤلاء أن يكونوا في صف من يحمل هذا المشروع العظيم، لا يمكن. فإن أفضل طريقة للتعامل مع هؤلاء أن جميع من لم يفهم ولم يستوعب مشروع الأمة في المئة هاته المقبلة 2023 حتى 2123، لما فهمش هذه المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى، لا يستحق أن يكون بإذن الله تبارك وتعالى مسؤولا، وخاصة المسؤوليات الكبار الجسام، رئيس بلدية في ولاية من الولايات ويقوم بهذه الأعمال، مهرجانات
امرأة تشيع عياذا بالله ما تشيعه صواحبتهن والكثير من العلمانيين والعلمانيات، أنت تحمل مشروع إسلامي يا أخي. كفانا بالرقص على جماجم المسلمين ومعاناتهم، ومليارات من الدولارات تصرف من أجل إلهاء الشعوب الإسلامية عن دورها. يستعمل كل شيء، الإعلام البديل، مواقع التواصل، المسلسلات، الأفلام، الألعاب الإلكترونية، القمار، الخمر، المخدرات، الدعوة إلى عياذا بالله مصادمة الفطرة في العلاقات. أنت تعرف باللي كان مشروع الآن خطير، يريد ليس اجتثاث الدين الإسلامي فقط، ولكن اجتثاث الفطرة وتحويل الإنسان إلى روبوت يساق بالشريحة التي تزرع تحت جلده، وجمع البيانات لكي تطبق في الوقت المناسب، ليصبح الإنسان روبوت في خدمة ثلة تريد أن تعبد العبد لغير الله. ألم تفهموا الآن المقصود؟ دولة العميقة في العالم ماذا تريد؟ ولذلك سيأتي زمان على الأمة إذا هي لم تتحد وتوحد جهودها وتكون واعية بهذه التحديات الخطيرة الكبيرة على المدى القصير. شكون اللي كان يتخيل أنه سيأتي؟ أنا كنت في 1990 كنت أخطب وأقول لهم على الجندر، مسألة إلغاء ما يسمى الذكر والأنثى، قلت لهم ما هذا الذي سيقول؟ كانوا يضحكون مني ويقولون إنك غير واقعي، هذه أمور تحدث عنها لا يمكن أن تحدث. هيا وش حال من التسعينات الآن، كل شيء كنت أتحدث عنه أصبح الآن يفرض بالقانون وينزع منك ولدك، ولا تستطيع أن تدافع على ولدك. والله ما كنت أعتقد أن هذا الأمر سيتحقق بهذه السرعة في حياتي أنا. ولذلك الإنسان ينبغي أن يكون واعيا أن المسألة خطيرة جدا، أن إنسانية الإنسان في خطر. فإذا وجدنا بعض من ينتمي والعياذ بالله إلى مشروع الأمة الإسلامية يحمله رجال ثم يصرح به في أول لقطة بعد الفوز، لا مكان له في مشروع يضاد هذا المشروع العظيم الكبير الذي تنفق فيه الأموال وتصرف فيه الأوقات. فإذا هذا درس فيه الدروس التالية. الدرس الأول، ليس كل من يزعم ويبين ويظهر أنه إن شاء الله ينتمي إلى مشروع الإسلام هو في الحقيقة كذلك. فكم من مدسوس كان ويكون وسيكون إلى يوم القيامة بين المسلمين، يظهر انتماءه للأمة ويخفي انتماءه للمشروع المغاير. هذه الأولى. ثانيا، أنه من ظهرت عليه عدم الفهم وعدم امتلاكه الرؤية التي من خلالها يعرف حجم المؤامرة التي تحاكم ضد الأمة، ينبغي إن شاء الله تبارك وتعالى أن يحال إلى التقاعد حتى تظهر حقيقة انتمائه للمشروع. فإنك إن فعلت ذلك سيظهر بعد ذلك أنه ينحاز مباشرة إلى الآخرين، لأن الذي يفعل هذا هذا إنسان عياذا بالله نسأل الله العفو والعافية مشكوك في انتمائه لهذا المشروع. إنه كما قال سيدنا ربي سبحانه عز وجل على لسان نوح، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، حال بينهم الموج فكان مغرقين. ثم قال الله تبارك وتعالى لسان نوح، قال يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال إنه ليس من أهلك، تبين أنه ليس من أهلي حتى ولو كان من صلبه. فليس كل من يزعم أنه ينتمي إلى فكرتك هو كذلك. كم من مدسوس بين المسلمين يحقق عياذا بالله، لأن عندهم الخطة ألف وباء، وهؤلاء هذه مسألة معروفة منذ الأزل.
هذه الثانية. والثالثة ينبغي إن شاء الله تبارك وتعالى لمن يحمل هذا المشروع وأعطاه الشعب بإذن الله تبارك وتعالى الوكالة نيابة عنه ليقوم بمشروع مضاد للمشروع الذي يستهدف إنسانية الإنسان أن يكون قويا في الحق. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. فنسأل الله تعالى سبحانه عز وجل أن يعمم مسألة محاسبة هؤلاء المحاسبة التي تليق بمن أولاهم الله المسؤولية. احنا في المغرب عندنا في الدستور واحد البند الدستور تاع 2011 واسمه هو ربط واسمه ربط المسؤولية بالمحاسبة. ربط المسؤولية بالمحاسبة، كل مسؤول يحاسب. انظر إن شاء الله تبارك وتعالى كم نطبق بإذن الله هذه المسألة. فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يثبتنا وأن يطهر واقعنا من كل من يريد سوءا بالأمة. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد.